لاتحاد الدراجات العراقي الموافقة بالتدريب والممارسات والتهيئات لاستقبال أي محفل يخص الدراجات أو بطولة داخلية أو خارجية. والحمد لله وشكر أنه كل أيام العطل المنتخب يأتي إلى ساحة أكيتو ويجري الممارسات تهيئاً للبطولات. طبعاً اتحاد الدراجات العراقي سيقيم البطولة الأولى في العراق وخلال فترة ليست بعيدة بشهر 11. طبعاً كنا سوف ننتظر إلى ذلك اليوم لأن نريد من السيد رئيس الاتحاد والمتسابقين أن يجيبوا لنا بطولات ذهبية وليست فضية ولا برونزية، لأن العراقي دائماً هو في مقدمة الناس. اليوم الاتحاد العراقي للدراجات يبذل قصارى جهده ونحن سنقدم له كل ما يحتاجه حتى تكون البطولة ناجحة، ونودي صدى عالمي أنه هذه الدراجة لديها تاريخ في العراق ونحن نحتفظ بالدراجة الأثرية القديمة التي صنعت في ذلك وسام. كابتن وسام في منتصف تشرين الأول راح تكون انطلاقية أول بطولة لرياضة المحركات بتأسيس عراقي خالص، وبطولة الدراج ريس لكل رياضي المحركات راح تكون رياضة موحدة هذه البطولة وليس انفرادية، شيء جديد شيء غريب. الدول العربية إن شاء الله راح تنتظر، راح نرسل تصوير مباشر للدول الخليج والدول العالمية بأن العراق مستعد لاحتضان بطولة الدراج ريس للعرب وللأجانب وفي هذه الساحة